يعني اطمن 1000000% العمالة غير المنتظمة في مصر في حياة الأمر يمكن مطمئنة دائما بقرارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتحظى دائما باهتمام كبير منه من يعني السيد الرئيس بهذه الفئة، علشان كده شفنا خلال عيد العمال نتكلم في 1 مايو من يومين أو 3 أيام تحديدا قرارات عديدة لدعم هذه الفئة. كان آخر هذه القرار ما أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات كان قرار إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتفعيل عمل هذا الصندوق بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية، ويتم صرف 1000 جنيه كإعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة أيضا لتفعيل نسخة جديدة من شهادات أمان اللي كانت أطلقت في عام 2017 لحماية العمالة غير المنتظمة من مخاطر العمل تحديدا. خلونا نعرف تفاصيل ومعلومات عن هذه الإجراءات الجديدة من خلال الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة. صباح الخير يا أستاذ عبد الوهاب. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير. يعني توجيهات جديده من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العماله غير المنتظمه تحديدا، يمكن اهمها زي ما تابعنا انشاء صندوق اعانه الطوارئ للعماله غير المنتظمه. ازاي بيهم هذا القرار شريحه كبيره من العمال تحديدا، وايه الاجراءات التنظيميه بقى او القانونيه ايضا اللي هتحدث لهذا القرار؟ اولا صباح الخير يا فندم. صباح الخير على جميع الساده المشاهدين. في الحقيقه ان القرارات اللي اعلن عنها الو مع حضرتك يا استاذ عبد الوهاب. اتفضل. في الحقيقه يا فندم ان القرارات اللي اعلن عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال يعني جميعها قرارات بتؤكد على ثوابت الدوله المصريه تجاه حمايه ورعايه العمال المصريين سواء في الداخل او في الخارج. صحيح. في الحقيقه ان الناس مركزه قوي على ملف العماله غير المنتظم، ولكن جميع القرارات اللي اعلن عنها فخامه الرئيس هي بالفعل قرارات مهمه، يعني اتكلم في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، اتكلم في تفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية اللي موقعة عليها مصر الخاصة بملف العمل، زي ما قلنا ملف ذوي الهمم، زي ما قلنا مثلا المجلس الأعلى للحوار المجتمعي وتفعيل دوره في الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون مهم جدا سوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وهو قانون العمل المطروح حاليا في البرلمان، بحيث ان الدوله المصريه بتتطلع وهي الان يعني يطلق عليها دوله الحوار الوطني اللي طبعا شهدناه امس جميعا، طبعا حوار بين اطراف الانتاج الثلاثه والمعنيين بملف العمل في هذا التشريع المهم اللي الدوله المصريه بتتطلع من خلاله الى تحقيق الامان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين اطراف الانتاج الثلاثه من حكومه واصحاب اعمال وعمال. نعم. ولذلك فجميع القرارات، وفي طبعا قرارات تانية كثيرة، جميع القرارات في النهاية بتتجه نحو التأكيد على ثوابت الدولة المصرية باعتبار العامل المصري والثروة الحقيقية اللي هو طبعا بناة الأهرامات، ثم نعم. يقومون الآن ببناء الجمهورية الجديدة. صحيح. هذه جزئية. بخصوص العمالة غير المنتظمة، يعني قبل برضو ما نتكلم على موضوع الصندوق، في مسألة مهمة جدا، يعني احنا النهاردة بصدد إصدار بيان صحفي بعد قليل، اللي طبعا في بعض المواقع وبعض الصفحات وبعض الرسائل الوهميه والمشبوهه بدات بتتواصل مع المواطنين دلوقتي بتحاول النصب عليهم بكافه الاشكال، ولذلك وزاره القوى العامله من خلال هذا البرنامج ومن خلال التلفزيون المصري بتنبه وبتحذر جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات الوهميه او اي رساله تصل لاي مواطن عبر الهاتف. طبعا وزاره القوى العامله لا ترسل اي رساله. معلش عاوز اعرف العماله غير المنتظمه. طبعا. العمالة غير المنتظمة، يعني علشان برضو نوعي هذه الفئة أستاذ عبد الوهاب، عاوز أعرف فكرة هما أستاذ عبد الوهاب حضرتك سامعني؟ مديرية قوى عاملة لما تجيلك أي رسالة أستاذ عبد الوهاب، أنا بس اللي أنا عاوز أعرفه من حضرتك لأن هو كده عنوان عريض، فكرة الرسائل اللي بترسل، عاوزين نعرف برضو الرسائل دي علشان الناس يكون عندها دراية أكتر، هو إيه؟ إيه الفخ اللي هو هيقع فيه؟ بيتحايلوا يعني عليهم ازاي؟ طبعا يا فندم طبعا الرسائل اللي بتوصل طبعا اكيد عدد كبير جدا من المواطنين، احنا جات لنا يعني اللي يعمل المواطنه دي شكاوى كتير جدا وناس بتتواصل معانا عشان برضو بتتحقق، وده شيء ايجابي جدا. نعم. الرسائل اللي بتروح للمواطنين بتقول لهم ان اسمك يعني ان انت حصلت على منحه او اعانه من العماله غير المنتظمه. نعم. وبتحاول ان هي تتواصل معاهم وتحصل منهم على اموال، فطبعا احنا بننبه وبنحذر
المواطنين من انسياق وراء هذه وصلت الفكره، فكره المسجات اللي بتوصل دي اديني الداتا بتاعتك علشان خطر اقدر القوى العامله ليتحقق. للاسف حضرتك مش سامعني يا استاذ عبد الوهاب، ولم ترسل هذه الرسائل الوهمية، ولديها صفحة على الانترنت، ولديها موقع الكتروني، ولديها مقرات في كل المحافظات اللي هي مديريات القوى العاملة. احنا عندنا في كل مديرية قوى عاملة ما يسمى بإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة. نعم. بالنسبة للصندوق يا فندم اللي دعا اليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما انا قلت في اكثر من حديث، هو فكرة عبقرية جدا، لان بمقتضى تأسيس هذا الصندوق سوف يسمح بضم فئات جديده من العماله غير المنتظمه، لان الحسابات الحاليه اللي هي تابعه لوزاره العامله في كل المحافظات طبعا يعني هي لا تسمح بدخول كل الفئات. يعني التعامل بين العماله غير المنتظمه وبين مديريات القوى العامله او بين الوزاره بتتم عن طريق المقاول، ولكن مع الصندوق الجديد سوف يستطيع اي مواطن يعمل عماله غير منتظمه، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه عماله غير منتظمه، اللي هو بيشتغل بشكل غير دائم، طبعا يستطيع بمفرده ان هو يتوجه لتسجيل بياناته. نعم. طبعا وده كله هيعلن عنه طبعا زي ما حضرتك قريت الخبر، ان طبعا هذا الصندوق بيحتاج الى بعض الاجراءات القانونيه واللائحيه الى اخره، فطبعا وده طبعا ان شاء الله هيتم في اقرب وقت، لانه طبعا بتوجيه واهتمام مباشر من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف من هذا الصندوق زي ما قلت لحضرتك هو التوسع في قاعده بيانات العماله غير المنتظمه، بحيث ان احنا بنستهدف السنه دي مثلا لو ان شاء الله هذا الصندوق تم تاسيسه ان شاء الله في اقرب وقت جدا، احنا بنستهدف يعني اكثر من 2.5 مليون عامل غير منتظم. الهدف ايضا تقديم رعايه وحمايه صحيه واجتماعيه لهم. يعني افهم من كده اللي انت وسعتوا قاعده البيانات، الاهتمام الدوله المصريه بالعماله غير المنتظمه اللي هي واجهت التحديات الكبيره جدا في خلال الفتره اللي فاتت، في الوقت اللي كان فيه هذه الفئه حول العالم بتعاني من غياب الحمايه، بتعاني من صحيح. مشاكل عديده جدا، لانها اكثر الفئات اللي تاثرت بازمه كورونا. الدوله المصريه لم تنسى ابنائها ابدا، لان ابنائها دول هم طبعا بنات زي ما قلت لحضرتك، هم السواعد الحقيقيه لبناء الجمهوريه الجديده وبناء الوطن على مدار التاريخ منذ الفراعنه حتى الان. طبعا الدوله لم تنساهم، وطبعا حسابات العماله غير المنتظمه التابعه لوزاره القوى العامله على مستوى الجمهوريه يعني هي طبعا اتاسست مع قانون العمل الحالي 2003، ولكن تم تفعيل العمل بها في 2007، وحتى الان انفقت ما يقرب من 2.5 مليار جنيه دعما للعماله غير المنتظمه، منها مليار و400 مليون جنيه كانت ايضا دعم للمنحه الرئاسيه اللي اعلن عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أنا بشكر حضرتك أستاذ عبد الوهاب يعني على هذا الكم الهائل من المعلومات، وبشكرك طبعا اللي انت وفرت عليا مشقة الأسئلة، لأن حضرتك يعني حطيت كل الإجابات وطرحت كل الإجابات، يعني ما خلتنيش يبقى عندي أسئلة أقولها من وفرة المعلومات اللي حضرتك قلتها بالتأكيد. وإن كان حسب معلوماتي أنا عارف إن صندوق العمالة المنتظمة حتى غير المنتظمة حتى الآن قاعدة البيانات اللي اتجمعت يعني ما وصلتش للاتنين ونص مليون عامل تحديدا، وعارف إن في جهود بتتم من وزارة القوى العاملة علشان خاطر نقدر اللي انتوا تشملوا مظلة أكبر توصل لاتنين ونص مليون. فأتمنى بمجرد الانتهاء من هذا الصندوق تكونوا انتوا ايضا انتهيتوا من يعني اتساع هذه المظله علشان تشمل اكبر عدد ممكن من هذه الفئه، فئه العمال في العماله غير المنتظمه تحديدا، اللي يمكن يعني دول بيعتبروا جنود العمل والانتاج والثروه الحقيقيه اللي بتمتلكها مصر.